الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يعني جزئين يعني جزء إيماني وأميني يعني متوكل الله سبحانه وتعالى. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام ورسل لا يكذبون. يعني تنقبلك أن بواني وجواك والله سبحانه وتعالى نو نوامني فهويزك يعني كفني ما هو. وأن الله سبحانه وتعالى أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewatuma akawapao na aya yani vile venye watu watabainika. Nu'min bi jami' al-anbiya wa rusul alayhim as-salatu was-salam. Yani tunawakubali wote na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi ma'lamin Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihim. Yani na Allah subhanahu wa ta'ala vile vyeo ametufundisha kwenye majina yao. وصفاتهم نصف زاو والآيات التي أدهم الله سبحانه وتعالى بها نبي تنبليش وبينيو ميكو جنابه والأخبار التي جاءت عنهم يعني نهباري زوتي وميكو جنازه نؤمن بأنهم عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها يعني تنقبالي كوكويلي كوامبا واو ولشفانيا كازيا ويني يميوانيا نصح الأمة أكمل نصح كان للأنبياء والرسل ومي ومي بي ومي ومي بانا نصيحة زاو كيني أي أمة بلغوا البلاغ المبين يعني لم يكتموا شيئا يعني ومي بينيش كل كيت هكونا كيني ومياتشا جاهدوا في الله حق جهاد بذلوا غاية الجهد وجاهدوا بجميع انواع الجهاد عليهم الصلاه والسلام يعني ومغمبنا جهاد الى كبوا سنه يعني هاكو اتش كده نؤمن ان اول الانبياء ادم عليهم الصلاه والسلام يعني تنقبالي كوانبا نبي وكوانزني ادم واول الرسل نوح عليهم الصلاه والسلام يعني رسول وكوانزني نوح خاتم الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام نبينا محمد عليه الصلاه والسلام رسول ومويشني رسول كل من ادعى النبوه او الرساله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والله كاذب وكافر كفرا اكبر والله اعلم يعني نويو لويني اتكاي سما يني النبي بعد يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ويتكون موونغو اتكون كافر الله سبحانه وتعالى ام منغوزي نعم.